هشيمي هشيمي يخرب بيتك يا هشيمي. كان ليا اولاد رجلنا مفيش برانشز. لا تعالى عايز تصور. والارض مفيش برانشز. الفول ارض الثاني اثنين ماسكولار واثنين يا اولاد كتير. عايز اصور انا. وارتيكال ان جوينت البو جوينت. الاثنين ماسكولار ده على النيرف ميديا الارض بتعمين بروفاندس. على تمام. على اولاد. ده بالنسبه لمين يا اولاد؟ الاثنين الماسك. اما بالنسبه للكوتينيوس حاجه اسمها بالمر كوتينيوس بريس وحاجه اسمها ولايه الدور. اللي ذاكر البالمر ينفع عن دورزل في ايه؟ البالمر يدي بالم بس. الدورزل يدي مين؟ دورزل ومتهيل وكمان صابه ونص. يبقى في فرق بين الاثنين البالمر والدورزل. اللي بعد كده يا ولاد بتكسب في كام بريد؟ اثنين سوبرفيشال و دي. السوبرفيشال بتاعنا اللي صعب تذاكر بروح ادي ثلث يا جماعه صبا ونص وبدي عضله سميناها بالمارس بري. العضله اسمها ايه؟ بالمارس بري. طبعا اتفقنا في محاضره امبارح ان في سؤال ريتن اسمه اشرح الالنر نيرف في الفور ارم وسؤال ثاني ريتن اشرح الالنر نيرف فين في الهين. يبقى في سؤالين مشهورين قوي في نفس السيستم. قالوا ليه؟ عشان انا عارف واحد الناس اللي بتذاكر كويس قوي بص معايا كده وليه؟ هو كله فيروس ده انا عندي والله انا عندي 30 فيروس انا وليد انا وليد اسمع يلا ايه انا مشهور مش عارف حتى والله الناس اللي بتسمع كويس وليد بص معايا كده قد ما ده وليد صبي كبير كده وده اندكس وده ميدل وده رينج وده ليتل فينجر. هنا في التراكر اسمه التراكر ده ولاد فليكسور تراكر. العضله اللي انا سميتها ولاد بيزي فور وده هوك مين حامين. اللي ذاكر في عضله اسمها افلاكس وديجيت مينيمي وفليكس وديجيت مينيمي وبول وديجيت مينيمي. اللي حضر في المدرجات او في المحاضرات سمع الارتري اسمه ديب بارمر ارتري. اللي ذاكر ريدي ارت اسمها في المحاضره السكاشن كان في ارت اسمه ريدي ارت يلف ويخش لاند من ورا كده ويعمل ارت اسمه دي بالمر ارت قريب قوي يعني خلاص. دي بالمر ارت ده موجود في الهيل نايم على الميتاكاربال بوم مباشره اسمه ليه دي بالمر ارت اسمه ليه دي بالمر تمام. اللي عندي ده دي بالمر ارت ده ارت نايم كده. النرف اللي عندي ده مين بقى ولاد؟ الميديا نرف يا دكتور انا نرف عدد السوبرفيشال اللي تراك لما ادينا السوبرفيشال برين دي برين. السوبرفيشال خلصنا منه اللي هو الفات يجي الديب بقى. الديب برين يمشي بين العضلتين دول ويخرج من العضله دي اللي اسمها اوبونيس. ويكمل منين لمنين يا ولاد؟ من ميديا للاتا. هو ماشي من ميديا للاتا ماشي على الميتاكاربال بون في الكونكافيتي بتاع عرش اسمه ديب بالمر عرش. حاسس السؤال صعب جدا، ايه معنى كلمه كونكافيتي؟ يبقى لما اجي اسال سؤال طالما صحيين الفترة دي كده تبقى ستريت. لو عملتها كده تبقى كونفكس في ناحية. في ناحية كونكيف وفي ناحية كونفكس. دي اسمها كونكافيتي ودي اسمها كونفكس. فدي بالمر برانش ادي برانش بتاع الانر يبقى ماشي بالعرض كده. جاي من ميت ده لله. ماشي بحاجة اسمها كونكافيتي بتاع عرش اسمه ولاد دي بالمر عرش. هو بيلف اللفة دي يبقى نايم على عظم الناس اللي هم ميتاكاربال بون اور بالبيز بتاعته. متغطي بالتندوم بتاع التريكسور سوبرفيشال سوبروفانتس يبقى متغطي بيهم. النرف بتاعنا ده تنتهي على اللاتر سايد يلاقي هنا في عضله اسمها فيرست دورزال انتر اوسيس وعضله اسمها ادكتور بورس كان ليها كام هيد العضله دي اوبليك وترانسفيرس. النرف ينزل في الاخر كده وانت تكمل البرانش تنتهي في العضلات. النرف ده سميته ليه؟ دي برانش انر نيرف. يبقى دي برانش انر نيرف عمل ايه؟ بدا عند فليكسور تريكلم واحد وراح على ناحيه السي اي والسينا باسل قدام برانش غزاهم اللي هم الابدكت والفلوكسور اوبونس ديجيتيميني تمام. وبيخرج من اوبونس ديجيتيميني والكيرف، الكيرف منين لمنين؟ من ميديا للاتا. هو مش من ميديا للاتا في كف ايدي كده. نايم في الكونكافيتي بتاع عرش اسمه دي بالمر ارت. وكان هو نايم على الميتاكاربال بون. طب مين اللي بيغطيه؟ العضلات اللي هي بتاع السوبرفيشال سواب بروفانج. لما يقرب من اللاتر سايد يتفركش لفايف برينج. السبلاي بيها عضله اسمها ادكتور بورسس وفيرست دور ده الانتروس.
طبعا لسه اقول حاجه الاصليه بس والباقي ما يسمعوش. صبعي ده صم وده انت ودي حته بنت. الحته دي فيها عضلتين اللي يعرف اسمهم يبقى معلم. غلط. اذكر بوريسز فيرنت دور تال انتر اوسيس. يبقى هنا في الحته دي فيها عضلتين. لو شلت الجلديه دي تلاقي عضله اسمها فيرنت دور تال انتر اوسيس. لو شلت من قدام هتبقى اذكر بوريس. الناس دي بيمشي في الهاند من ميديا للاف. لما يوصل لعضلتين دول يتفركش. ويبدا في انشاءات كتيره للعضلتين دول. في هذا الكلام؟ طب هو ماشي بقى اللي واخد اللفه دي. يعمل ايه؟ في الاول صبلاي الثلاث عضلات دول السموك هيبوسير وادي الميديا الكولامبريك اللي هم الثالثه والرابعه. ليه ما اداش الاولى والثالثه؟ وادي ثلاثه بالمر انتروساي واربعه دول. ليه ما اداش الاخير الاول؟ لان هديها في الاخر. يبقى يدي كل الانتروساي باصل. يبقى الكتاب بيوصف كده. ما حدش استرحال عشان نقول تجميعه كده نصابيني. بس الاول نسمع التجميع العلميه. النبي مكتوب في ايه بقى؟ طلبه المحترفين مذاكره. اللي هيسرح ربنا يوديه النار. النبي بتاعنا صفحه 129 الديب بريج. الرايت از ان فرونت الفليكس ريتراكت. عرفنا بدايته. واحد بتمر من انر طبق. الميتال كيجيب برانش اللي هيبقوا سينا المصري بقى ثلاث عضلات الدهون هم. زين الدبس دبس يعني يخلص بين العضلتين الابدكتور والفيكس. وهنا بيخرج من الاوبونس الجميل ولا بيخرج الكتاب بيخش بين العضلتين. طبعا انا اسال سؤال. العضله دي اسمها ايه؟ ابدكتور. ودي اسمها ايه؟ فليكس. دي اسمها ايه؟ ابدكتور. ولا فليكس. هو داخل بينهم كده. داخل كده بينهم. داخل بينهم كده. طب يبقى الدبس كده. طب احنا محترفين موافقين. زين الدبس بين الابدكتور والفليكس ديجيمين وترمز يلف بكذا ايه يروح لات اكروس البال لاين في الكونكافيتي بتاع ارش اسمه الارش ده ديب بالمر ارش. هو ماشي كده يبقى متغطي بالتندون بتاعت مين؟ فليكسور ماسك. كلمه ديب تو ذا فليكسور تندون. ايه معنى ديب للفليكسور تندونز؟ يعني ماشي. ومين سوبرفيشال ليه؟ تندونز. يعني هو ديب للتندون يا تندون سوبرفيشال ليه؟ يا اما هو ايه؟ ديب للتندون. يعني هو بيلف كده. مين اللي حطهم بس بيبهدلوا الصوره اول ما يحطوه؟ احط الرسم. لو عملت كده وكده وكده وكده. هو ماشي كده سوبرفيشال للتندون ولا ديب للتندون؟ ديب. مش كده؟ وكيرف كده. خلاص؟ يبقى بيكيرف كده. ديب للتندون. ديب لمين يا ولاد؟ التندون. وهو ماشي بقى يدي ايه؟ لايف في الكونكافيتي بتاع ديب انا ما اعرفش ديب للتندون. وهو ماشي بيكيرف اللفه دي وير ات سبلاي ايه؟ ميديال تو لامبريك. ايه معنى ميديال تو لامبريك؟ الثالثه والرابعه، الاولى والثانيه خدها. طيب وثري بالمر انتروسيال وثري دور. يقول لك ده في واحده دورز النقص والادكتو لسه ما ادهاش. يبقى بيعمل ايه؟ الاندس از ذا لاترا بنيل للاترا بورد اوف ذا بالز باي بريكنج اب. بريك يعني يتقسم انتو تيرمينال برانشز تو سبلاي الادكتور فيرست دور ده الانتروس. واللي كتبوه بعد كده ده مي بي. لو حد قرا عضله اسمها فليكسور بورس بريفيس كان لنا ثلاث احتمالات في النيرف سبلاي بتاعها. يا تاخد من الميديان ده فيري كومن. يا ميديان وانر يا انر بس. طبعا ده الميبي في الاخر مش كده؟ اسال بقى سؤال من غير ما تبص في الكتاب. النيرف ده كده في الهند سبلاي كم عضله؟ 13 او 14. هكتب حاجه على البورد اللي جمعهم يقلبوا الصفحه بس تلاقيها مكتوبه. 13 او 14. هتلاقي في اتنين نوتابين. طبعا هنا في كتابنا في حاجه مش مظبوطه اللي هي ايه؟ النوتابين اللي في صفحه 130 في ثلاثه نوتابين. الاولى بتاعت الميديا نيرف. انما الثالثه والرابعه الثانيه والثالثه دول بتوع الميديا الانر سوري هيكتبوا معايا. يبقى بالتالي الكتاب كتب ثلاثه نوتابين ورا الميديا نيرف. هم مش تبعوا كلهم. هي واحده بس اللي تبعوا اللي هي بتاعت اول واحد. انما الاثنين التانيين دول بتوع عيني نرجع ولاد على نرجع. اسال بقى سؤال بهذه الصوره. انا بعد كده ولاد بعد كده ولاد الديب برانش الديب برانش. يلا ولاد الديب برانش ما تفضحناش. ما السوبرفيشال هو اللي بيدي البريفس. مش قايلين السوبرفيشال برانش بيمشي ديب البريفس في الدقيقه ولا ايه؟ صح؟ احنا بنتكلم دلوقتي على الديب رينج ولا على الانر بحاله؟ ها؟ ايوه يلا يا ولاد.
بعد كده يا ولاد يبقى دي فرنش بتاع الارض الرنف هي مين يا ولاد؟ واحد والمصري. اللي هيسدد الخانات يبقى معلم. اثنين تو مصر. ثلاثة وثلاثة مصر. أربعة فور مصر. ألفوا بقى. واحد أدكت بورس، أنت دي برانش. واحد أدكت اثنين، ثلاثة رابع الأمريكي. ثلاثة هيبوسينر، ثلاثة برمانتوسيان، وأربعة أربعة دوردر انتروسيان، يبقى واحدة ثلاثة أربعة، إيه البرانشات بقى؟ واحدة ثلاثة أربعة. يبقى دي برانش من نزل برمان بريف، برمان بريف تبقى السوبرفيشال اللي خلف القعدة، مش الكلام ده؟ يبقى الأرض نرفع على بعض ده 15 عضلة عشان خاطرك بس والله، إنما هو طبعًا ما كده. وممكن تبقى في عضلة زايدة، بس مش مهم دلوقتي، أرجع أسأل سؤال، إيه؟ اللي هي مين؟ بالمر انت لوس الصم مي بي بريزنت مي بي ابس. اسال بقى سؤال، يبقى دي برانش بتعرف بالهاند كده انت كم عضله ولاد لما كده انت 13 او 14 عضله. لو قلنا 13 14 عضله تقدروا تفتوا بيهم. واحد الدكتور بورسس، اثنين يا جماعه لامبريكن، ثلاثة هيبوسينر، وثلاثة بالمر انتروسياي، وأربعة أربعة دوردر انتروسياي. وأضفنا عليهم بقى طبعا الميبي بريل أو لا، الفليكسور بورس بريفس ممكن تاخد منه أو لا، وعضلة ممكن تبقى موجودة في إيدينا ومش موجودة في بالمر انتروسياي للصم، ممكن تبقى في واحدة ممكن ما تبقاش موجودة. أسأل بقى سؤال للناس الصحيين، عايز واحد معلم. النرف ده سميته بلاد ألر نرف. سؤال ريتن واتفرجوا على امتحان السنة اللي فاتت على طول اللي هو زي اللي جاي ده. ناخد نص السؤال ديسكرايب انا نيرف ان ذا هاند، مش الكلام ده؟ يبقى انا نيرف ان ذا هاند بتسحب في كام برانش ولاد اثنين سوبرفيشال وديب. السوبرفيشال بيسبلاي عضله اسمها ايه؟ بالمارد بريفس، والسبلاي سبعه ونص، مش الكلام ده؟ طب والديب؟ قالوا الديب لا دكتور ده عضلات كتير قوي. هيدي ايه الديب بتاعنا بقى ولاد؟ هيدي 14 عضله، مين العضلات اللي اداها؟ الدكتور بورسيس شغاله، وادي اول وثاني ثالث ورابع الامريكان، ثلاثه هيبوسينر، ثلاثه بالمر انتروسياي، أربعة دول. أنت في هذا الكلام؟ والإكسبشن ده ليها الله. عندنا أولاد أو الميديا. عندنا بقى نقطع النرف ده. النرف ده أثبت لو حصل فراكشر ميديا إيبيكوندايل. واحد عنده ميديا إيبيكوندايل مكسور يجي يقطع النرف. ليه ده فرونت إيه؟ واحد أولاد بينتحر وبينتحر يجي يقطعه هنا. أو واحد اتضرب سكينة هنا استابون. كل ده ينتج عنه قطع عين النرف أولاد على النرف. طبعًا مهم جدًا 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 في الطب موضوع قطع النرفات. اهم من النرف نفسه يمكن احيانا يعني. النرف نفسه ده بتاع علاقته بالذاكره. انما بالنسبه حتى النرف الدكاتره تكشف على عيان مقطوع فلازم يشخصه. اسال بقى سؤال، ايه احتمالات قطع النرف؟ انا هسالكم سؤال قبل ما اروح له كده. بس عايز حد شاطر قوي. القطع النرف بتاع يا ولاد سبلاي مين في الاجداد ده؟ مفيش. ارض. فور ار النير نص الفور فاند واللي بعد ماركتينيوس اوردر كتير في الهند 15 عضله ده عضلات كتير قوي وسبعة ونص البال ماركتينيوس كان بيطلع منه هنا يروح لثلث البال ودوردر بعديه لثلث الهند من ورا ولما نفسه من السوبرفيشال جديد السوبرفيشال ادى سبعة ونص وبالماري بريف وجيت كلب في الهند قلت العضلات الكتيرة ديت انت مش سايبه كده عايزين نفكك الانجل بتاعه. اولا عندنا هنا كده ولاد برجاء 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 ايه عمليه حسابيه هندسيه. لو انا قطعت عند الريست هنا يبقى الفوق دول شغالين. قطعت فوق هنا كلها غير. طيب نسمع بقى اللي جاي. واحد عنده قطع الانر نيرف وانت قاعد ايدك كده اللي هينسى الكلام ده مش هيسمعني اروح النار. ايدك عامله كده. هل الصم فليكسد في الميتاكاربو فرنجي ولا اكستندد؟ وهل الانترفرينجر جوينت فليكسد ولا اكستندد؟ قالوا لا يا دكتور كله في النص. ايه معنى كله في النص دي؟ انا ما فيش حاجه يعني انا اسال سؤال هل انا قاعد عامل كده كده؟ هل انا قاعد عامل كده؟ هل قاعد عامل كده؟ عامل كده كل جوينت في النص. تعرفوا ايه في النص؟ لا انت فليكسد ولا انت اكستندد. لا انت فليكسد ولا انت اكستندد. اللي هيسرح ده الطاهر. فالجوينت ده اسمه ميتاكاربو فرينجر جوينت، الحسابات اللي هقولها دي هسال عليها كمان دقيقه. ميتاكاربو فرينجر جوينت دي عضله ما لهاش ولا اسمها اكستنسور تشتغل بس تعمل له اكستنشن.
الافريكان كان بتيجي كده من قدام هي والانتر الصاي عايزين يعملوا له تاني واللايتنج بوزيشن. يبقى في الحاله ديت ان ده كارتو فرينجا جوينت للي عايز يفهم، لو فليكسد بالامريكان والانتر الصيار ولا اكستندد بالاكسنسور ديجيتور. مش هننسى انتر فرينجا جوينت لا فليكسد بالسوبرفيشال سوبر فانتس ولا اكستندد بالامريكان والانتر الصيار بتوع اللايتنج بوزيشن. يبقى انت اللايتنج بوزيشن كان كده اللي هو فريكشن اوف اكستنشن اوف، فريكشن يمين انت كارف فريم، اكستنشن يمين انتر فريم. طب تعمل لي كده اي واحد كده يبص على ايدي كده لو ناوي يفهم في ايدي كده ايه الفرق بين الايدين؟ عكس 100% الميتاكارب فرينجر جوينت. فين الميتاكارب فرينجر جوينت في ايدي؟ انا ولاد يبقى هنا ده ولاد، لو حطيت ايدي كده الصابع دي الجوينت دي اسمها ايه؟ ميتاكاربو فرينج. الميتاكاربو فرينج دول وفين انتر فرينج جوينت ديت؟ لما بتعمل كده انت عامل فليكشن يمين واكستنشن يمين. فليكشن للانتر فرينج اكستنشن للميتاكاربو فرينج صح؟ طب لو عامل كده العكس اكستنشن يمين تمام التمام. المسؤول عن الوضع دوت هي عضلات اسمها لامبريكين وانتر اوسيار. ده من ايه لامبريكين وانتر اوسيار؟ فريكشن اوف ميتاكاربو فرينج اكستنشن اوف انتر فرينج، فريكشن اوف ميتاكاربو فرينج اكستنشن اوف انتر فرينج. مقصود عكس الكلام ده اكستنشن تشتغل بقى تشد دول والسوبرفيشال سوبر فاند لازم تعمل كده. يبقى كل واحد هو قاعد ايده تعادل قوه مع بعض. مين اللي عايز يعمل فريكشن دوت؟ قالوا لامبر كوينتر سيار. ومين عايز اكستنشن؟ اكستنشن ستور وانتر فرينج جوينت. مين عايز تعمل لهم فريكشن؟ سوبرفيشال سوبر فاند. من عايز تعمل لهم اكستنشن لامبريك وانتر اوبسايد. في مثل مشهور بيقول لك ان غاب القط تلعب يا فار. ان غاب القط تلعب يا فار ايه؟ قال لك واحد عنده 100 نرف وقال له النرف مقطوعين. يبقى اللامبريك كلها اتشلت ان نصهم 100 نرف سبحان الله. وكل الانتر اوبسايد اتشلت. فالايد تاخد عكس وضع الرايتنج بوزيشن. ايه عكس الرايتنج بوزيشن؟ اكستنشن اوف وفليكشن اوف. اكستنشن لمين وفليكشن لمين بقى؟ اكستنشن للميتاكاربو فالنجن وفليكشن انتر فالنج. هنا لازم نتفق مع بعض على اقول هو الوضع ده حصل ليه؟ قالوا انت عامل اكستنشن ورا بعض اسمها اكستنسور ستور للميتاكاربو فالنج وعامل فليكشن الجوينت دي بالانتر فالنج جوينت. يبقى انت عامل ايه وعامل ايه بقى؟ فليكشن لمين؟ تاني وات از ذا اكشن اوف لام بريكر انتر اوسيالي؟ فليكشن اوف واكستنشن اوف اساس القعده. اتشالوا اللامبريك والانتر اوساي لو انت بتنتحر وقطعت ميديان والبا والحقوق. هيحصل العكس. العكس يعني ايه؟ اكستنشن اوف وفليكشن اوف. او طبعا هسال بقى اسئله لو جبتكم معلمين ومركزين. الصوابع دي مبنيه كده بمين؟ بس ما فيش شال سوبر فانكشن. طب مفروضه من ورا بمين؟ باكستنسور ستور. الموضوع ده انا بنتحر وقطعت النر هنا بس الميديا لا. انا يا دكتور الصابعين دول يتفردوا تمام. ده بنسميه بارتشر كولوين. ده كولوين كامل مخارج كده. اما ده اسمه بارتش لسه الصابعين دول يتفردوا شويه عشان الامبريك بتاعتهم شغاله. حلو قوي. اللي جاي ده بقى الاسكيه بس وريني بص في الارض. هي العقد دي بتنقل ليه؟ انا بالسوبرفيشال سوبرفانتس. مين اللي يدي التيرمينال فالي؟ بروفانس. مين الميدل فالي؟ سوبرفيشال سوبرفانس. تمام. انا قطعت نرف من فوق هتيجي ايه؟ الميديال بارت بتاع البروفانس بارت. العقد دي تبقى متنيه ولا تتفرد شويه؟ تتفرد. تمام. عشان نص البروفانس بارت. في الحاله دي المنظر ده يبقى الديفورميتي اسوء ولا احسن؟ اسال ده سؤال ما تستعجلوش. هل انا لو شفت واحد قاعد جنبي ايده عامله كده؟ كده واحد تاني ايده عامله كده مين اللي ايده تبقى كده بقى؟ ده اسوا شكلا ولا ده اسوا شكلا؟ شكلا. ده انت لو شفت واحد قاعد جنبك قاعد ايده كده كل شويه تديله كده مش كده لا. وانت مش سايب الراجل يخاف ايده لما تقع فوق الاورتين دول اتفدوا. في الحاله دي شكلها احلى ولا اسوا؟ احلى. انما المرض اكتر. المنظر احلى بس المرض اكتر مش كده لا. يبقى بالتالي لو فردت ايدي كده انا هقولها تاني ايه الاكشن بتاع الامريكي اللي انت بص يا راجل؟ فليكشن اوف واكستنشن اوف. انا ما بزهقش. فليكشن
اكستنشن اوف ميتاكاربو فريج واكستنشن اوف انتر فريج. عكسهم اكستنشن تشتغل مادة تانية وانت قاعد مع اخوك النهارده في البيت بص على ايده كده من غير ما يركز معاك. هتلاقي ايده مثلية كده. لا عاملة كده ولا عاملة كده ولا يبقى مريض. فطب انت ليه تقول لاخوك عادية؟ ايدك عادية عشان في عضلات بتشد قدام بعض. قالوا طب انا عندي بقى مشكلة قائمة. اللي انا عندي هنا كده العينة انت متكاتف فرينجر جوينت وانتر فرينجر جوينت. اللابريكول انترسيب بتفليكس دول وتكسند دول. عكسهم الاكسنسور ديجيتال انت فليكس ستند ده فليكس دول. قالوا احنا فاهمين يا دكتور. كمل بقى. لو واحد اتقطع عنده بليد النرج وميديا يبقى مين اللي اتشال له؟ كل اللامبريكول انتروسيار يحصل عكس الاكشن اوف لامبريكول انتروسيار. وات ذا اكشن اوف لامبريكول انتروسيار؟ يبقى اكستنشن اوف فليكشن لمين؟ اكستنشن ميتاكاربو فرينجر وفليكشن انتر فرينجر. ده عكس الاكشن بالظبط. قالوا طب احنا لو قاطعين قالنا بس والميديا شغال يبقى واحد واثنين لامبريك شغالين افرضوا صباحهم يبقى دول مفروضين بارشل كيس. طب دول اثنين هنا بقى يطلع السؤال دول اثنين بتاثير مين؟ سوبرفيشال سوبر فانجس شداهم. مين اللي بيبني الديستال فالكس بتاعتهم؟ بروفانجس. اي جزء من البروفانجس ميديا الهار. قطعت البروفانجس من فوق مش تحت مقطوع من فوق الالنرز الالنرز مقطوع فوق يبقى الميديا بارت بتاع البروفانجس اتشل ولا بارت؟ بارت. يحصل ايه في الديستال فالكس؟ الفرد ولا الترمين زيها؟ يعني الفرد شويه. منظر ايد منظر ماليش دعوه بالوظيفه. منظر ايد العين كده احسن ولا اسوأ؟ انت منظر احسن ولا اسوأ؟ احسن. ده بيسموه انر بارادوكس. كلمه بارادوكس بقى في الطب يا ولاد بارادوكس ديت بارادوكس. قصة البارادوكس دي قصتها ايه؟ انا ولاد اي واحد في الدنيا تتوقع منه حاجة معينة يطلع بيعمل عكسها يبقى بارادوكس. واحد شايف بيصلي ويصوم كده تلاقيه في صلاة الكباريه ده بارادوكس. طالب في كلية الطب بيلعب يبقى بارادوكس. طالب في كلية التجارة بيزيد يبقى بارادوكس. يبقى الدنيا بارادوكس تحت اي مادة. ايه؟ كلمة بارادوكس دي بنستخدمها في الطب تحت حاجة رئيسية اللي هي انا بدي مخيلتي على عيان ان جاله سرطان جاله مرض جاله حاجه متوقع ان الحاله تتدهور اكتر بلاقيه يتحسن او يحصل حاجه تلاقي الامور اتحسنت. فبنقول ده عكس كل اللي توقعناه يبقى اسمه بارادوكس. يبقى بارادوكس ديت ايه؟ قال لك ده انت يا دكتور قطعت النرج فوق كان المفروض يبقى التشوه اسوء ولا احسن؟ اسوء. ده انت شال عضلات اكتر لقيت ايدي العيان احسن يبقى ده اسوء. اولاد النر بارادوكس اسمه ايه؟ النر بارادوكس. هسألكم سؤال صعب جدا، ده امتى؟ وده امتى؟ وده امتى؟ ده امتى؟ النر وميديا ما تولدرس؟ طب ده امتى؟ النر اس ده ده مين؟ ازهيم ادريس. طب ده؟ والله في الشفوي كده. شوف بقى في الشفوي تسمع الكلام ده في الشفوي كده. هو قاعد وانت قاعد وعمال بايدك تلعب قدامه وعمال يسمع بس قاعد قلب كده. فالكلام ده بيتعمل بجديه تامه بلا مبالغات. فبالتالي لما اجي اسال سؤال النرف انجن بتاع الالنر نرف يبقى معروف كلو عندي يعني مخالب امتى تبقى كومبليت كلو وامتى تبقى بارشل كلو وامتى تبقى الالنر بارادوكس مش مع التعليلات. امتى كومبليت كلو؟ لو قاطع الالنر بيمد الادريس وفي سبب تاني هناخده قريب مع بعض. طيب امتى تبقى بارشال كلو؟ بارتري كده قالوا لما يتقطع النر بس ادريس. لان انت المرض يبقى منظره احسن بالرغم ان المصيبه اكبر. ليه المصيبه اكبر؟ تقطع فوق وعضلات اكثر اتشلت بس ايد العين اتفردت كده شويه مش كمل. يبقى انا عندي كام نوع من انواع النر نيرف انجن كده؟ ثلاثه. هنقرا الكلام ده ونشوف تقدروا تقولوا ايه. عندنا اولاد في الحته ديت كل طالب صحيح النر نيرف. عندنا اولاد هنا بيقولوا انا نيرف انجري كاتبين فيها طب الصحيح ابوظ ال فراكشر اوف ذا ميتال ايبوكوندايل. طبعا نقلب القصه بقى بنعمل اكس راي للعيان ولقينا ميتال ايبوكوندايل مكسور يبقى احتمال مين اللي حصل؟ قصه كده قال يعني بيسالك في الطب يعني. او طيب وابوظ ذا ريست ده واحد كات ووند او ايه يا اولاد؟ او ستاب ووند. ستاب ووند يعني ايه؟ طعنه غزو يعني. بعد كده اولاد الموتور بقى لو الانجري اباف ذا ريست مش كام دول وانجري اباف ذا ايه؟ اباف ذا ريست كاتبين بارشال كلو هين
بارشل يعني ايه جزئي. كلهم مخالب هنا. اكستنشن الميتاكاربو فارينجال جوينت بتاع رابع وخامس فينجرز اند فليكشن اوف ذا انتر فارينجال جوينت دي تو بالانس اوف ذا لامبريك انتر تورسيال. ذا كورسبوندينج جوينت بتاع تاني وتالت فينجر اللي هم الاندكس والميدل ار ليس افكتد. ليه ليس افكتد بقى؟ ان اللامبريك بتاعتهم ار انتك وزي ار سبلاي بقى نيرف ولا ميتا. الكلام ده واصل ولا مش واصل؟ معايا؟ الكلام ده معايا كده فيه؟ انا نفسي انزل لتحت سيبوا بقى الباقي ده كله. effect of inch above the elbow. clawing of the hand become less apparent في رابع وخامس فينجرز. دي سبارس للميديا رب بتاع عضلة اسمها flexor digitorum profund. less apparent يعني ايه يا ولاد لما كده؟ اقل وضوحا. ده اكتب جنبه ايه بقى في الحالة دي؟ النار بارادوكس. اكتب جنبه كلمة اسمها ايه؟ النار بارادوكس. يبقى لما اسأل سؤال للناس اللي مش فاهمة، هو النرف بتاعنا الالنر نيرف بيسبلاي اللامبريك الواقع للانتروسيال، طب واحد واثنين لامبريك بياخدوا من مين؟ الوميتا. قال انا مصمم عليه عشان لما تقعد بيكم في البيت، ايه الاكشن اوف لامبريك والانتروسيال؟ ايه الاكشن بتاعهم؟ قالوا بيعملوا ايه؟ فليكشن مش كامله للمين؟ للميتاكاربو فارنجيال واكستنشن انترفيل. ده لو سبت في دماغك انت ذاكرت. عكس ورا كلوين اللي هو مين اللي عكس كلوين؟ اكستنشن لمين؟ ميتاكاربو فارنجيال وفليكشن لمين؟ انترفيل. تمام. الوضع ده مين اللي عملته؟ عضلات اسمها اكستنسور ديجيتورا سوبرفيشال سوبرفانس. استنى يا دكتور، ده انا عندي اللامبريك الاولى والثانيه واخدين ميديا، فلو الالر بس المقطوع يتفهم يبقى ما فيش حد. ده اسميه بارشال كولويد. قال دكتور استنى، هو اللي تاني الديستال فانكس التنين ميديا الهاب بتاع البروفانس اللي واخد من الالر نيرف. قال طب لو انت قطعت الالر نيرف من فوق يبقى ميديا الهاب بتاع البروفانس تشل، يبقى الولد دي تبقى مبنيه ولا مفروضه؟ فرق. يبقى كلوينج شكله حلو ولا احسن وحش؟ احسن. يعني لو جالي عيان عنده كلوينج كده اعمل فيه ايه بقى لما كده؟ اطحنه من فوق مش كده برضه ولا حاجه زي كده يعني. المهم ايا كانت ظروف الطلبه المعلمين، ده مين نرف اللي بنتكلم عليه ده؟ انهي نرف يا ولاد؟ انا نرف اسمه ولاد؟ انا نرف اسمه ايه؟ انا نرف. طب اللي جاي بقى الناس بتسمع كويس. البلبر انترسيال اتشلت والدورز. البلبر بيعملوا اكشن اسمه الدرج، والدورز بيعملوا اكشن اسمه الدرج. اي عيان في الدنيا تقول له لبس صوابعك اعمل لك كده. اي عيان في الدنيا لبس صوابعك اعمل لك كده. هو ما شغلش انت بصيان. هو شغل الفليكسور مع الفليكشن الصوابع بتتلم ومع الاكستنشن تبعت عن بعض. يبقى تو اكزامين انت بصيان لازم اون فلات تيبل. عيان يحط ايده على الترابيزه ولما يفرد يبقى شغل مين؟ انت بصيان. الرجال ده الاذكياء بس يبقى ما يبصوش. في حاجه اسمها كارد تيست. ايه الكارد تيست دوت؟ بجيب كارت يا ولاد زي ده كده واحطه من صابع العيان واقول له امسكه واشده قدر يمسكه يبقى عامل ادكشن للصابع بمين؟ انتروسيال. ما قدرش يتسند كده يبقى بايظ. طيب بين الصم وبين الاندكس قلت له اعمل كده الست يعني كده مسك يبقى مين العضله الشغاله؟ الدكتور بولس. يبقى بالتالي تو اكزامين انتروسيال في كتابنا وكمان الادكشن. طلبة محترفين على loss of abduction and adduction of the fingers due to the variance of interosseal. The patient is unable غير قادر to grip يعني يمسك a piece of paper حتة paper placed between the fingers. تمام. نمرة ثلاثة loss of abduction adduction of the thumb عشان variance of adductor bullet. The patient is unable to grip يمسك piece of paper between the thumb والانف. يبقى لما اسال سؤال للطلبه المحترفين علما، لما امسك كده بصابعي ده الورقه ديت وادي الصابع امسكها كده، انا بعمل ادكشن بمين؟ بالانتروسيال واعمل ادكشن بيهم، اخلي عيني اعمل ادكشن على ورقه وابدا امسكها كده مش كده؟ لو قادر يمسكها مني يبقى الانتروسيال بتاعت لو اتسلفت من ايده كده على طول يبقى بايظه. طب نمره اثنين لو قلت له الاندكس مع الصنب كده قلت له امسكها، طب مين العضله الشغاله دي؟ ادكشن ماسكها باظت تتشلت مش الكلام ده؟ لا. يبقى دي كلها تيست بيسموها في الطب كارد تيست. كارد يعني كارد يعني كارد تيست بنعمله كده. وبعد كده هنا بقى الكلام العبيط اللي هو لما ما بتستخدمش ايدك بيحصل ايه يا ولاد؟ ويستنج. ويستنج للعضلات. مين العضلات اللي هتخس بكف ايدك اللي يقدر يقولها معلم؟ قالوا الامريكا الارمي في البحر والهايبوسينر تخس ترفع قوي كده افلام والانتر الصيام تضيع. حد يا جدته لسه عايش ولاد؟ جدته كبير كده 70 80 سنه كبير يعني او جد حد كبير تروح تسلم عليه طبعا جدته تلاقيه عامله كده وتلاقيه ترفع الجد حاجه وجد حاجه ثانيه.
اجيت انت الراجل اعمل كده في البيت يا دوبك كوره كرسي اميت وش من مش لسه ميت بس هو مكمل يعني انا ما هي مكمله هي قاعده لسه المهم فتره طويله لسه ايا كانت الظروف ربنا دي من الام انا والله كلهم كده والله تعرف الجنون المرحوم حرم مرحوم صعب جدا تلاقي العكس ما فيش حاجه اسمها مرحوم المرحوم حرم فلان الفلاني لا هي المرحومه حرم المرحوم فتبقى مطمنه هو مات وش ما مات هيموت بعد قصه معقوله نرجع بقى الموضوع للقصه اللي احنا فيها لما تمسك ايد جده النهارده وتبصها كده تطبطب عليها تلاقي عظمه باين وبين العظم حفر كده لان احنا مع تقدم السن عضلاتنا بيحصل لها دمور انا لو قطعت على الامن انام ايدي تبقى زي ايد جده العضلات تدمر تلاقي العظم باين فبيقولوا الايد العيان تتسمى اسم غريب جدا سنايل هين تعرفوا كلمه سنايل يعني ايه؟ سي نايل يعني عجوز ايد ده ايد الراجل العجوز يبقى مركز السؤال للطلبه الصحيين ايد العيان هنبص الكلام ده ونقراه مع بعض فلاتنج اوف هايبوثينر ايمنز تو ذا ويستنج خصيه الهايبوثينر المصري اتخسر وهو من تجويف تجويف بين الميتاكاربال بون ديو اون ذا دورزم اوف ذا هاند بيبقى باين ديو سيفيرنس لعضلات الاسماني عضلات الولاد انتر اوسيال يبقى اسال سؤال لو خدت ايد اي واحد فينا كده بينكم انتوا بالذات على كف ايده من ورا تلاقي هنا ايد حاجه واحده كده لما العضلات تخف تخس بقى وتبقى رفيعه هتلاقي هنا في حفر كده هولونج كده كله تجاويف ليه حصل التجاويف ديت؟ قالوا العضلات قلت خس لما تخس العضلات ده زي اللي بيحصل في الناس الكبار فبنقول حصل هولونج تعرف هولونج يعني بيزيدوا من ورا يعني عظم باين من بعضه كده كل عظمه والتانيه بينها حفره كده هولو كده ايه اللي حصل؟ حصل تمور في العضلات الاسمام انت بص يا اسمها ليه؟ انت بص ارفع ايدي بس سؤال بقى انا نيرف انجري حصل انت قلب وهنا انت رست هنا او حصل فين يا ولاد انت ايه قلب ايه المنظر ايه المنظر بتاع ايد العيان هنا وايه المنظر هنا لو جينا مع بعض نقدر ندي مع بعض ايه هنا لو قطع نيرف هنا هيحصل بارشل كلوهين ولو هنا اندر بارادوكس هنا بارشل وهنا اندر بارادوكس انا هسال سؤال صعب جدا كلمه كلو يعني مخالب وكلمه مخالب يعني التكاثر فرنجال جوينت في حاله ايه اكستنشن والانت فرنجال جوينت في حاله ايه فليكشن ده المخالب دي عكس الاكشن اوف ريبليكير وانت بص اكشن 100% وانت عايش انت عايش في النص لا انت معدول ولا انت معدول انت ايدك مش قاعد عامل كده في الدنيا ولا ايدك عامله كده انت في النص فاهم في النص انت عامل كده لا دول فليكسد ولا اكسنت ولا دول فليكسد ولا اكسنت في النص غاب الاوبتر هاب الفارت لامبريك والانتر سيت شل يحصل عكس اكشنهم اللي هو عكس اكشنهم اكستنشن وفليكس طبعا ثالث مره واخر مره ده اكستندد ليه؟ بالاكستنسور ديجيتورا ودول فليكسد بمين؟ سوبر في الشل سوبر فاند انا قطعت الارنر بس والميديا سليم يبقى واحد واثنين لامبريك شغالين يفردوا صوابعهم يبقى بارشل كلوهان طب مين اللي تاني الصوابع ديت؟ قالوا سوبر فيشال سوبر فاند. مين اللي عندها قدره تتني اخر عقله؟ قالوا البروفاندس بس. طب الميديال بارت بتاع البروفاندس ده واخد من انهي نيرف؟ قال النيرف. طب قطعته فوق. هيحصل ايه؟ البروفاندس تتشال. يبقى الصوابع دي تتفرد شويه. يبقى المنظر ده احلى ولا المنظر ده احلى؟ المنظر ده احلى برغم المصيبه اكبر. فعشان كده دلوقتي عشان كده اطلقنا عنوان سميناه يا ولاد النيرف بارادوكس. سميته ايه؟ قال وانت بتراجع مع بيتكم النهارده في البيت ابدا من الاكشن بتاع الامريك وانت لو تسال احسب قصتك تاني مش كم مش فاكر تسال لسه قدامنا فتره طويله عندنا بعد كده اولاد لو قطعت طيبة غير كلهم جهاز يحصل تاني قال له الانرز باظت ونص في الفانز العيال طول ما قاعد ايده تبقى عامله ريديا ديفيشن ولا انر ديفيشن ريديا وكل ما الفليكس تروح على ناحيه ريديا طبعا عيب اقول ابدكشن عيب اقول ابدكشن عيب اقول ابدكشن ابدكشن ده بكيفي اقول لك اعمل ابدكشن تعمله انما ايدك مشدوده كده ده اسمها منحرفه وزي ما قلت بقصه قلت وانت سايق عربيتك وحولت نزلت الترعه عمري ما اقول كان سايق عربيته وحول شمال نزل الترعه بنكتب نقول ايه؟ سايق عربيته وانحرفت بيه السياره فنزل الترعه مش كده ده مش حاجه اسمها حولت بيه السياره ونزل كده عشان ما تقولش صعب جدا اقول ان انا بعمل نيرف اتقطع وغصب عني كل فليكشن ايدي تعمل ابدكشن ايدي تعمل ابدكشن ده كيفي ولا اجباري ما يقدرش عليه ابدكشن تسمى ريديال ديفيشن تسمى ايه؟ ريديال ديفيشن تسمى ولاد ريديال ديفيشن عايزين سنسور نص اللي يعرف يقول لي النيرف لو اتقطع السنسيشن تبقى فين يبقى صح انا دكتور هو كان ليه بارنر كتير فرنش تلت البارنر بخ ودور ده كتير فرنش تلت الهاند من الورد بخ تاني مش
كده برضه ولا انت ورقت بقى ولسه ما فيش برنش 7:30 يبقى لو تقطع حيرة فين السنسور الوسطى بقى كده كل ده حس السؤال صعب جدا للطلبة معلم لو تقطع انت لسه 7:30 بس من قدام اما من دي بس حاسة ودي حاسة ليه دول حاسين البانر طلع هنا والبرزر طلع جنبه واما دول تحت هنا يبقى لما واحد يتقطع عندي انا الرب هنا يبقى السوبرفيشال اللي بيستبلاي 7:30 ده اللي باظ البانر سليم والدوزر سليم عندنا سؤال جه في سنه من السنين بس مش شرف قبول او جه اللي هو ديسكرايب ذا بالمر كوتينيوس برانشز اوف ميديان اند النر مش كام لا ديسكرايب بالمر كوتينيوس برانشز اوف ميديان نر اند النر نر مش كام لا البالمر طلع من ميديان ازاي وعدى ازاي وسبلاي ايه والانر طلع من الانر بالمر بتاع النر جه ازاي وعدى ازاي وسبلاي ايه كده هذا الكلام يبقى مفيش بقى اللي في الذاكره ديسكرايب بالمر كوتينيوس برانش اوف ميديان النر السنة اللي فاتت في آخر السنة أو أعمال السنة جابوا لهم السؤال بس آخر السنة غلط. كوتينيوس نيرف سبلاي أوف ذا هاند كيوتينيوس نيرف سبلاي أوف ذا هاند كيوتينيوس يعني قدام ورا لما ناخد ريدر هنرجع ونقول تفلتنس في هذا الكلام ده مين نيرف اللي بيكرم اللي أنت سميته أنا نيرف مش كام ده اسمه يا ولاد أنا تعال بقى نروح لنيرف جديد اسمه ريدر قول يا حبيبي انتوا لسه شغالين انت بصير احسن من الامريك بالاكشن بتاعك انا وليد يلا نام بقى تاني انا وليد لو جينا مع بعض اللي عندي قول تريد ان نام يا وليد نرجع مهم جدا 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 وهو اكبر برينش بيطلع من الهيلي فيكس السونات بريك اب تريد ان نام بتاع الاولاد اللي بيجي في امتحان كتير قوي يجيب ريد ان نام في الاجزاء او الارم يجيب في امتحان كتير جدا يلا وليد نسمع بعض بقى وهذا صح قوي لو جينا كملنا مع بعض كده قلنا يبقى ريد النر ده برانش بتلاقي كل ده ولاد بصيله كل ده واحد من التيرمينال برانش بتاع بصيله كل الناس اللي زيك بتسمع اللي جاي يلا البصيله كل ده بتاع البريكر بريكسس كان معمول من بصيله ديفيجن بتاع الثلاثة ترانكس صح؟ البصيله كل ده من كله وريد دي من كله نبص مع بعض كده انت منين؟ عندنا بقى ولاد لو ده كده لو سألتكم سؤال بس انتوا جاوبت عليه بقى بص يا ولاد معايا اللي عندنا ديت بص يا ولاد قد ما لو دي هرد بس بقعد مين يا ولاد سكابيلا وده مين ده ولاد ار هنا في عضلة اسمها ولاد تيريس ميجو وعضلة بتلف عليها كده اسمها لاتسما دورزاي وفي عضله جايه كده سميتها ولاد سابس كابيليرز دول كل مع بعض حاجه اسمها بوستيرور بتاع حاجه اسمها اكزيلا في عضله نازله كده اسمها لونج هيد اوف ترايسبس وبتبان لنا حته من عضله اسمها مين ده هيد اوف ترايسبس الكلام ده احنا باصين من قدام اسال بقى سؤال الطلبه الصحيين اللي عندي هنا ده ولاد ارت اسمه اكزيلا ارت اكزيلا ارت مش في الاكزيلا ويمشي قدام التيريس ميجر ويكمل يبقى بريكر يمشي على اللونج هيد اوف ذا بايسبس ترايسبس وعلى الميديا وعلى البريكيال وينزل لتحت ويتقسم لانر وريد مين عارف اللي عمل كده سميته ليه بريك الناس اللي صح بقى معايا تسمعني كويس قوي هنا ولاد عندنا الاجزاء الارض كانت بتتقسم لثلاثه بارت فيرست سكند ثيرد ورا السكند بارت ماشي كورد اسمه بوستيرو كورد اوف ذا بريكر بريكس كورد كبير قوي هيطلع منه برانش اسمه ريجل ذا لارجست تيرمينال برانش كان بصير كل قسم الاثنين واحد صغير سيركمفلكس واحد كبير اسمه ريجل الريجل يطلع من بصير كورد ويمشي ورا السيرد بارت في اكزيلري ارت هو مش ورا السيرد بارت في اكزيلري ارت يبقى وراه مهضلات البصير كورد في اكزيلا ولا السيرد بارت في اكزيلري ارت كانت وراه الاكزيلري والسيركمفلكس والعضلات يبقى تاني يبقى ريجل يبدا في الاكزيلا as a larger terminal branch من البصير كورد و as a larger branch في بريكسس بحر يبقى انا بصير في اي لجنه من اكبر نيرف في بريكسس وريد نيرف جبار
الريد القلب بدا فين يا اولاد؟ في الاكزيلا، مش ورا الثيرد بارت في اكزيلا الارض. هو مش ورا الثيرد بارت في اكزيلا الارض. مين اللي وراه؟ عضلات البوستيرو هو بتاع مين؟ اكزيلا. يبقى الارض قدامه ايه؟ والارض قدام الارض وراه الايه؟ العضلات. الناس اللي صاحيه النرف بعد كده يمشي ورا ابر بارت بتاع البريك الارض. الله لو فهمته حد القلب يعمل ايه بعد كده؟ يخش مع البروفاندا بين اللونج هيد والميديال هيد ويرجع ورا عليهم راس جروب اسمه سبارا جروب. اللي قاله الدكتور ده باختصار شديد جدا، كان في ارت بيمشي يعمل كده نفس اللعبه، كان برانش من البريكن اسمه البرانش ده بروفاندا بريكا ويروح ويرجع ورا. لو حد جاوب اللي جاي يبقى معلم. النرف لما رجع ورا سبارا جروب مشي بتوين الاني هيد واني هيد بقى ورا لاترال هيد وميديال. نفس الكلام بتاع البروفاندا بريكا، نفسه كده. النرف يبقى مره تاني بقى الثلاث جمل دول اللي طلع الاساتذه. برانش من انهي كورد يا اولاد؟ بصي له كورد واحد. بدا في الاكزيلا مشي ورا الثيرد بارت في اكزيلا ارض. طب ومين اللي وراهم؟ عضلات البوستير وورد في اكزيلا. الحمد لله يا رب. اثنين دخل على الارض كتبوه في كتاب ابر ثيرد ميدل ثيرد اللي ورا ثيرد ولا ابر ثيرد اللي ورا النار لا ثيرد ولا غيره ابر حته ابر انش ثيرد ده لي قصه طويله. في الابر بارت هيتش ورا بريك الارض. طب ومين اللي تبقى وراه؟ لونج هيد بتاع عضله اسمها ترايسبس. وهنا الكلام ده كان مكتوب في البريك الارض. وبعد كده نسيب البريك الارض ده قدام ويجي داخل في السبيس بين لونج هيد والميدل هيد ويرجع مع البروفاندا بريكاي على الهيومرس من ورا في انهي جروب يا اولاد؟ على الجروب اسد. لو رسمت هيومرس من ورا وتعودت انكم فاهمين وسالت ساكت. لو دي سكابيلا من ورا للطلبه المعلمين عاملين كده. وادي سباين وادي هيومرس. الله لو بنفهم عامل كده. هنا في جروب مايل كده اسمه جروب دوت سباين. هنا كان بتبقى فيه هيد وهنا فيه هيد تاني. دي هيد اسمها لاب ودي هيد اسمها ميد. تمام؟ وهنا كان لونج هيد جايه كده. اسال بقى سؤال، النرف ده يرجع ورا كده يمشي في الجروب ده اللي اسمه اولاد سباين جروب. هو ماشي كده يبقى ماشي مع ارض اسمه بروفاندا بريكاي. لو حد فينا قال لي النرف بيرجع يعمل ايه تاني يبقى معلم. قال الدكتور يلف من ورا لقدام يلاقي هنا مين موجود هنا ده السبتم اسمه السبتم دوت لاتر يجي خلف من ورا لقدام. انا عارف انكم فاهمين يجي جاي قدام تاني كده لغايه اللاتر ابيكوندايل ماشي مع ارت. اللي يعرف اسم الارت ده يبقى معلم. Anterior descending of profunda brica اللي تسمى ايه؟ ريديال كولاتر. ربنا يخليني لكم بعد كده عمل كده. طب هو في الحته دي نايم بين عضلتين لو قلتهم تبقوا معلمين قوي. بريكاليس وبريكيوريديرس اسدت الاسد بريكاليس وبريكيوريديرس. وفي الحاله دي النرد يبقى نايم هنا هو والارت بتاعه مضغطين بعضله اسمها بريكيالس وعضله اسمها بريكيوريديرس. بريكاليس وبريكيو يعني اللي وقف في المشرحه ومسك الجثه وفتح بين بريكيرس وبريك ريدرس لان نرف نايم مش الحمد لله. يبقى مين نرف النايم ده اسمه ريدر. الجراحين بيقولوا زي سبيس اريا فور ذا اكسبوشن. ما اعرفش الاكسبوشن ايه صراحه. بيقول لي عايز تكشف على ريدر نرف افتح عليه هنا. طب افرض مقطوع في حته ثانيه هسليكم واجيبه من فوق لغايه هنا. بس انا ما بفهمش في جراحه صراحه فمش قادر اتريق قوي. فيا دوبك يعني ايه كومنت بسيط بس هتستاهل تتشاف الجمله دي. طبعا مش من حقك تتريق لانك جاهل زيي ولا من حقك تتريق عشان انا جاهل زيكم فبالتالي هنعديها. شوف الكلام ده كده. طبعا بيجي عند اللاتر ابيكوندايل يتقسم للترمينال برانش تجيبي الفصه حاجه اسمها بصيرو انتروسياس الدي برانش سوبرفيشالي. تعالوا بص مع بعض. طبعا بقى يا اولاد بخلاف ما سبق من نيرفات. في نيرفات قلنا الانر نيرف في الاكزيلر فور ارم مش مهمين. الميديا نيرف في الاجزاء الفرقان مش مهمين. سؤالنا التقليدي ديسكرايب تريت سوبر نمان. سؤال تقليدي اسمه ايه؟ ديسكرايب تريت النيرف ان اكزيلا اند ارم. مش الحمد لله يبقى السؤال التقليدي حيث توجد برانشات. ربنا يخليك ليا. وبالتالي يبقى السؤال التقليدي هو ريتال هنا. نسمع مع بعض. انا اولاد طلبوا كل الطب العظماء ان ذا اكزيلا از لارجر اوف تو تيرمينال برانشز تاني كورد اولاد بصير كورد وكتبوا من السرفايكال خمسه وسته وسبعه وثمانيه وثلاث كورد. الارقام دي زي اسمائنا طبعا انا عارف انكم فاهمين يعني. كورس ان اكزيلا اتسند اون ذا بوستيرور اكزيلا بهايند السيرد بارت بتاع ارض كلام قديم. ان ذا ابر سيرد ما اعرفش التلت ده جايبينه منين انما الابر بارت حلو بس انا مش هشطب حاجه.
الباك داون اولد انتلاتيك بهايند بروكسيمال بارت بتاع البريكال ارتري بسيباريت الايد من اللونج ايد اوف ترايسبس بالارتري قدام واللونج ايد ترايسبس ورا وبينهم النيرف. The middle third is front, leave the front of the arm by passing between the long head and the middle left tricep to reach the paragroof. As the paragroof runs downward the latter between the latter and the middle left triceps are common with profound vessel, تمام. At the lower part, it's a piercing in the left, the latter intermuscular septum and water قدام. Accompanied by artists, I mean, read the collateral art. بيفكرنا بقى اللي هو one of them, بنش بروفان تبع حارتين. To reach the front of the arm again. Where it descends between the precarious and precarious. شوفوا الجملة اللي بنتوا تنين. Suitable, مناسب, site for surgical exposure. لو حد فينا بابا جراح يسأله. ليه في الجراحين بيفتحوا على النرف في الحتة دي؟ أنا مش عارف صراحة. مش كاملة افرض مقطوع فوق في الأجزاء اللي هشد وأسلكه وأرجعه تاني ولا معرفش صراحة. إنما هما جراحين سفاحين وبيعملوا أي حاجة. بس في الأورا هتسأل. ومش هتفرج في الأورا. وتبدي علمك الخطير مش كامل لا قلت له طبعا ست برسايش الاكسبوشر ده هو احسن حته هنا ماليش دعوه بيه ممكن اللي انا بقول عليه ده جهل مني بس انا ما اعرفش السبب عشان ما حدش يسالني على جنب وينزل داون لغايه تانيه بيكوندايل اولاد لاترال ايبيكوندايل الثلاثه ايبيكوندايل ان فرونت اوف ثلاثه ده في كيبيتال فوسا يجيب ان امبورتنت ديب رينج اللي هو يبقى بوستيريتال اوسياس وريتال وبعد كده زين ريتال سيل كونتينيوس از سوبرفيشال ريد ودي بنعتبر ترمينيشن. الترمينيشن دي اتصال عنصري، عنصري يعني ايه؟ البصيرة الأوسة ده ماسكولار والسوبرفيشال ريتال ده كيوتينيوس، يعني ريتال نيرف عمل انقسام عنصري بحت، مش كام ده؟ ايه الانقسام العنصري دوت؟ قسم الاثنين. بصيرة الأوسة ده ادي عضلات وجوينتس. اما السوبرفيشال ريتال هدي جلده بس، مش كام ده؟ يبقى القصة بكام واحد اثنين. هسأل سؤال للطلبة المعلمين قوي. النيرف اسمه ولاد ريتال نيرف بدانا فين ولاد في الاجزاء اللي برانش من مين؟ بصير كور رود بالي بتاعه 5 6 7 8 ثلاثي كويس بدا في الاجزاء مش ورا السيرفد بارت بتاع ارتر اسمه اجزاء وراه عضلات البصير وول اوف اجزاء دخل الارم مش ورا الارم حتى من البريك ورا عضله اسمها لونج هيد اوف تراي ساب الفرونت ودخل في سبيس بين اللونج هيد والميديال هيد مع ارتر اسمه بروفاندا ولف ورا في جروب اسمه سباير ماشي بين اللاترال هيد والميديال هيد وبعد كده خرم السبتم اللي اسمه لاتر وجه لقدام تاني ونزل بين البريكير سوا بريكير دم وصل للاتر اوف بيكون دايركت بس انتو كام برينج؟ اثنين سوبرفيشال ريتال وبصيرو انترست ديفرنشيتو في الاكزيلا ليه كونتينيوس برينج وماسكر برينج طبعا مش هقول لهم انتوا اللي هتقولوهم الماسكر وفي السبايرال جروف انت ماسكر برينج كونتينيوس برينج برضه ماسكر انتوا اللي هتقولوهم ولما ظهر على اللاتر سايد هيدي ماسكر برينج من غير كونتينيوس برينج هقول بقى هنا كده هو في الاجزاء اللي مين؟ ادى اللونج هيد وميديا هيد ترايسبس لونج هيد وميديا هيد ترايسبس تمام ده مذكر محدش سرحان انا اقول جمله في الاخر للغلابه مش للشطار بس خلينا مع الشطار قوي هو في الاجزاء اللي ادى اللونج هيد والميديا هيد لما يروح في السبايرال جروف يدي اللاترال والميد ويبعت الانكونيوس يبقى كده ادى عضلتين اللي يعرف يقولهم يبقى معلم ترايسبس وايه؟ انكونيوس اداهم ازاي؟ في الاكسيلا لونج وميدل في البالانس جروب لابدا وميدل وبعد مين انكوني هم عيله واحده على فكره احنا بنقول انكوني اللي هي سبورت خلص على عين العضلتين يعني خرم السته وجه لقدام مش بتوين ومين بريكيالس وبريكيريدال ادى البريكيريدال في نص البريكيالس لان اللاتا بارت بتاع البريكيالس بياخد منه لو حد فينا وبيتها كانت ماسكول كتير ويدي كمان عضله اسمها اكستنسور كاربايريديالس لونجس مش كده؟ لان لو حد فينا ذكر زمان كان عضلات الباك وفور ار كلهم ياخدوا من انهي نار بصيروا انتر اوسياس ما عدا 127 مين 127 دي؟ واحد بريكيريدال اثنين اكستنسور كاربايريديالس لونجس سبعه الكل والله لو رجع بيا الايام ادوكم كده تاني هسبلوت بارحب بس لا عمري ما اسيبها والله الكليه دي لو رجعت 100 مره اخشها 100 مره تاني انما مش قصه كده هركز جدا 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 على انه بيصبرها الاكسنسور كارباني تالس لونجس ما ينفعش دكتور ما ينفعش دكتور ينسى ان يدى عضله اسمها اكسنسور كارباني ريدالس ما ينفعش شوف كده اكتب جنبها ما ينفعش مش كام ده دي مهمه جدا اكسنسور كارباي تيرس دونجس ما ينفعش يبقى لما اجي اسال سؤال هو ادى كام عضله؟ هقول جمله غريبه اللي جاوبها يبقى معلم ادى اربع عضلات ونص ايه الاربع عضلات ونص؟ ترايسبس ونص البريكيرس وال 127 مين الترايسبس؟ اداها
الحكايه دي حاجه طريقه كده. قلت مين النص البريكارد اللاترال بارد؟ قلت 127. مين 127؟ 1 2 7 اللي هي مين؟ بريكارد ديرس سنسور كارباني ديرس دونجاس مانكونيتش. انا عايزهم متفرطين. الخايبين 4 ضربات ونص. هشرح حريه النرف زي ما قلناه وفي الاخر الرومبرانشاته ايه 4 ضربات ونص وقصهم له. انت ترايس 6 بريكيرز نصها كده وده عكاز لميت في دماغي. يعني حتى لو خليتها فزوره في البيت ان الريتال نرف سبلاي 4 ضربات ونص خلاص شغاله. الريتال نرف ده عامل زي العمده لما يروح يزور بلد في حته يبعت لها هدايا قالوا لها الهبل ده. وماشي في الاكزيله يبعت تيم الزرب للارض. ولما يمشي في الارض يبعت للفور ارم عشان ولاده رايحين هنا. وللور بارت بتاع اللاتر سيد عشان هو نفسه جاي هنا. يبقى هو في حته يبعت الهدايا قبل ما يروح. لما يبقى في الاكزيله يديك بوستيرو كتينيوس نيرف اوف ذا ارم. ولما يبقى في الارض يديك بوستيرو فور ارم واللي هو اللاتر بتاع الارم. يبقى ليه برانش اسمه اللي هو اللاتر كتينيوس نيرف اوف ذا ارم السبلاي من اول الدكتور لغايه الالف. حسب سؤال صعب جدا. مين اللي ادى الاربع اللاتر كتينيوس نيرف اوف ذا ارم؟ الاكزيل هو بيدي من هنا لهنا يبقى مين اللي هو اللاتر؟ طب اسال سؤال الاذكياء. وادانا بوستيرو كتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم يدي من اول الالبو لغايه الريست السرب رفيع كده وبيمشي ورا اللاترال ايبيكوندايل. بيمشي ورا مين؟ ورا اللاترال ايبيكوندايل. طب يبعت الارم برانش اسمه ولاد بوستيرو كتينيوس نيرف اوف ذا ارم. اسمه ايه؟ بوستيرو كتينيوس نيرف. يبعته تاني الاذكياء. ايه برانشات الريدا نيرف في الاكزيل ده؟ ادى واحد كتينيوس ومصر. كتينيوس بوستيرو اوف ذا ارم. بوستيرو اوف ذا ارم بيستقبل من اول الدلتويد لغايه الالبو الحته اللي ورا دي. ماشي. انت بتقول تبص للاسم اسمه بوستيريو كتينيوس نيرف اوف ذا ارم. لو مخك نظيف وهو في الاكزيلا انت للارم. وهو في الاكزيلا انت للارم. بيبعت الهديه قبل ما يروح عشان الناس تستقبله وتستقبل بيه كده. يبقى في الاكزيلا بعت لمين؟ للارم. لما راح في الارم هو عنده عينه على الدنيا. قال لك ده انا هلف واروح على اللاتر سايد. ادي برانش اسمه لو اللاتر كتينيوس نيرف اوف ذا ارم سبلاي من التلتوري لغايه الارم. وولادي ولادي حبايبي هروحوا للفور ارم. فبعت للفور ار بوستيرو كتينيوس نيرف اوف ذا فور ار. يبقى هو النيرف عمل ايه في الكوتينيوس برانش؟ ده عملنا فين؟ في الاكزيلا ادانا واحد، في السبايرال ادانا 2 كوتينيوس. ايه الاثنين كوتينيوس بتوع الاكسبايرال جروب؟ بوستيرو اللي هو اللاتر كوتينيوس نيرف اوف ذا ار وبوستيرو كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ار. انا ما بسهلش. اسال سؤال ما بتقولش مين يصلي حته الجلد ديت ومين حته الجلد ديت ومين حته الجلد دي؟ اسماء مش كده. ده اللور بتاع الار ده بوستيريو كتينيوس نيرف اوف ذا ارم. اسمه ايه؟ بوستيريو كتينيوس نيرف. اسمه ايه؟ بوستيريو كتينيوس نيرف. طب هنا بوستيريو كتينيوس نيرف اوف ذا ارم. اسمه ايه؟ بوستيريو كتينيوس نيرف اوف ذا ارم. طب الحته دي بقى صعبه ليه؟ لو هو اللاتر كتينيوس نيرف اوف ذا ارم. اسال سؤال اللي يقدر يقول لي الاكزيلا. انا همشي خلاص مكتوب ترجل. ريدا نيرف انت ايه بقى؟ ريدا نيرف كده. سؤال ريتن للمحترفين. ديسكرايب ريدا نيرف في الاكزيلا والارم السوبر نيومان الاشهر. يبقى سؤال اسمه ديسكرايب ريدا نيرف ان اكزيلا واليوم الاربعاء الصبح في المدرج 11 بس. تعالى انت كيلو عشان نخلصها.